عمار في حدا عامل لي سحر بتركيا وعشاء يجمع لنا محمد وقمر طائي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية راح تكون مع نورمار اللي صرح اليوم انه كل سفراته الى تركيا تصير كتير بينام، وعلق نورمار على احد المتابعين اللي وصفه بالكسول، وكان رد نورمار مو قصة كسول بس ما بعرف ليش كل ما بيجي على تركيا بيصير معي هيك، قلبي حاسسني في شي. وسبق لنورمار حكى انه في حدا عامل سحر. والله يا عيال ما بعرف شو بصر لي، بس اجي على تركيا بسرعة بمرض، ما بعرف شو بصر لي، كأني حدا كتب لي هون شي وربي كل ما بجي على تركيا ما بعرف شو بصر لي. المهم كيفكم؟ أما قمر الطائي ولنا محمد بعد تصويرهم لفيديو جمعهم مع بعض أيضا طلعوا يتعشوا سوا. أترككم مع لقطات رأيكم بخصوص هذا الخبر. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal.